صباح الخير، صباح الأمل، صباح كل جديد، صباح كل التحديات وكل الإنجازات. مشاهدينا الكرام، في برنامج النهارده عاشر الشباب أحب أقدم أول حاجة برحب بزملائي. اتفضلوا. صباح الخير يا اسلام. أهلا بكم يا زملائي. النهارده في فقرتنا حرصنا أنا وزملائي إن احنا نقدم فقرة متميزة تقدم أقصى الاستفادة لكل مشاهدينا اللي متابعينا. في البداية كده، نفسية الإنسان أو ذات الإنسان تبقى حاجة جدا مهمة عنده، اللي لو قدر يتحكم فيها ويوجهها التوجيه الصحيح والسليم يقدر يواجه كل التحديات وكل الصعوبات اللي قدامه، مهما لو كانت حياتية أو اجتماعية أو عملية، وحتى لو كانت الظروف المحيطة بيه وتأثيرها بيه. وعلشان النفسية هي أهم حاجة في حياة الفرد، وهي اللي من خلالها بيقدر يرسم أهدافه ويحقق أحلامه، النهاردة هيكون عندنا فقرة مهمة جدا، واللي هنتكلم فيها عن أهمية المناعة النفسية، وهيكون معانا ضيفنا اللي مشرفنا اللي هيدينا تفاصيل أكتر عنها، الدكتور إسلام عبادي استشاري الصحة النفسية. صباح الخير على كل مشاهدينا، وصباح الخير على كل زملائي في الاستديو. النهاردة معانا فقرة مميزة جدا جدا، وهي عن صناعة العقول. إزاي صناعة العقول من الأشياء المهمة في حياتنا؟ صناعة العقول اللي بيها كل مصر ممكن تتغير، ونكون جيل من المبدعين المفكرين الخلاقين. وصناعة العقول لازم تبتدي من الطفولة. النهاردة معانا ضيوفنا في الفقرة بتاعتنا اللي هيكلمونا عن خلق منهج جديد لصناعة عقول أطفالنا المبدعين الخلاقين. مع الإبداع والتطور والتنمية للذات قدر يوصل لفكرة التعليم الموازي، يعني إن الطفل بدل ما يتعلم التعليم المدرسي هندمج التعليم المدرسي بالتعليم الموازي، إنه يخلي الطفل يظهر قدراته وإبداعاته. مش بس كده، ده قدر يوصل فكرته للعالم كله، وبذلك نرفع اقتصاد البلد بإنتاج إبداعات من أفكار الطفل وصناعة قيمة. شكرا بجد على التقديم الجميل ده يا زملائي، بجد الحلقة تكون ممتعة إن شاء الله بوجودكم. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد الفاصل وما تروحوش في حتة. عاش الشباب. ربنا خلق كل حاجة وليها دور وأهمية للإنسان. خلينا نفترض إن الجسم هو المكون الأول للإنسان، والمكون الثاني هو الروح، والمكون الثالث هو النفس. لما نيجي نتكلم عن النفس، هو النفس الذات اللي بنتكلم فيها بمحور أساسي. اللي لو نيجي نتكلم إن أهم حاجة في جسم الإنسان سواء كان الجسدي أو المناعي، هو سواء كان الجسدي او النفسي، يعتبر اهم حاجه في جسم الانسان. لما اجي اتكلم عن الجسم الجسدي، فانا بتكلم عن المناعه ودورها في جسم الانسان، فانه بيحميني وينبهني ضد اي ميكروب يظهر ويخليني اكمل حياتي بطريقه صحيه ونشطه جدا. خلينا متفقين ان زي ما المناعه الجسديه بتاثر في جسم الانسان، فالمناعه النفسيه برضو بتاثر، ومن خلالها الانسان بيقدر يحقق احلامه ويرسم اهدافه. وموضوع فقرتنا النهارده هنتكلم عن اهميه المناعه النفسيه مع ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور اسلام عبادي استشاري الصحه النفسيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه جاهزه. حضرتك نورتنا. الله يحفظك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور اسلام. في البدايه كده عايزين نفهم مع حضرتك الطفره الجديده، الطفره الموجوده في علم النفس، ايه هو مفهوم المناعه النفسيه؟ هو أولا مفهوم المناعة النفسية مفهوم مصطلح حديث بدأ سنة 1975، بيتكلم على أهمية المناعة النفسية اللي موازية للمناعة الجسدية. زي ما في مناعة جسدية للجسم، مناعة فسيولوجية، في مناعة نفسية. المناعة النفسية هو الحائط والدرع الأول للحفاظ على الحالة النفسية اللي ما بتخليش المشاكل تتسلل لداخل الإنسان، لأن أغلبية مشاكلنا النفسية إن لما بنواجهها بيحدث إن هي بتتسلل جوه الإنسان وتستقر، فتبدأ تعمل أمراض نفسية واضطرابات داخلية. لأن النفس البشرية عاملة زي، هديكم تشبيه بسيط، لو أنت معاك كرة بينج بونج ومعاك كرة تنس، لو انت مسكت كرة البينج بونج وخبطتها جامد جدا في الحيطة بقوة، ايه اللي يحصل لها؟ ردة فعل، ترجع تاني، هتلاقيها تشفشت وطبقت وبقت مشكلة. اما كرة التنس لو خبطتها بكل عزمك في الحيطة هترجع لك تاني مرونة، بنفس القوة. دي زي نفسية الانسان، نفسيتنا زي كرة البينج بونج وزي كرة التنس. تلاقي واحد بيتأثر بأقل كلمة، بيتأثر بأقل فعل، بيتأثر بأقل تصرف. أبسط مشكلة ممكن تعمل له دربكة في حياته، تخنقه، تتعبه، يفضل داخل جوه المشكلة مش عارف يطلع منها أبدا، مع أن المشكلة دي بتواجه واحد تاني بنفس القوة، ولكن بيقدر يتصدى إليها وبيقدر يطلع من المحنة بمنحة قوية، وبيعرف يتخطى هذه المشكلة. الاختلاف بينهم هما الاثنين اختلاف المناعة النفسية، تقبله للمشكلة وتقبله للصدمة تقبله للتروما اللي ممكن تحصل له، اي الصدمات اللي بتحصل له، وازاي ان هو يخرج منها. في بعض الناس بتسال، هو في فرق بين المناعه النفسيه وعلم النفس؟
علم النفس في كل يوم في تطور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. علم النفس العلم اللي ملهوش نهاية خالص. يعني عندنا العلم الفسيولوجي في تطور كل حاجة، بس انت بتتكلم مثلا عن الجهاز مثلا التنفسي انت عارف أوله وآخره، بتتكلم عن الجهاز العصبي عارف بدايته ونهايته، بتتكلم عن الجهاز الهضمي عارف مكوناته ودوره أساسه ودوره وعارف توجهاته كلها بتقدر تحكمه. اما ان الجهاز النفسي مش قادر. ليه؟ لان الجهاز النفسي ملهوش مكان في جسم الانسان، ده هو بيحتوي حاجه داخليه داخليه وخارجيه يعني بيحتوي الانسان كله. لذلك علم النفس في تطور على طول. اهم حاجه ولازم نعرفها ان اغلبيه المشاكل اللي بتاثر فينا هو ان احنا بنحبس نفسنا في حاجه اسمها خط الزمن. حاجه اسمها خط الزمن، احنا كلنا عايشين في خط الزمن. خط الزمن دوت عباره عن الماضي الحاضر المستقبل. احنا عايشين فين يا استاذ اسلام في في, في 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 خط الزمن ده؟ احنا عايشين في مقتضيات الايه؟ لا احنا الطبيعي اللي احنا عايشين في مقتضيات اللحظه الحاضره، احنا عايشين في اللحظه دي بفكر ماضي. هنا بقى دور المناعه النفسيه، ازاي تحافظ عليك وتحافظ على اللحظة اللي انت عايشها. بمناعتك النفسية تقدر تحافظ على اللحظة اللي انت عايشها بسعادة براحة بطمأنينة. ولكن مشكلة ان المناعة النفسية زي المناعة الجسدية، ساعات تقل وساعات تزيد. امتى اعرف بقى يا دكتور ان المناعة النفسية عند الانسان زادت او قلت؟ ايه العوار اللي كده؟ اولا نفهم ان المناعة الجسدية الطبيعية الفسيولوجية لما بتقل بيبقى الانسان عرضة لأي فيروس أو أي ميكروبات تقدر تسيطر عليه على طول. طب المناعة لو زادت تبدأ الخلايا تحارب بعضها، المناعة تحارب الإنسان ذات نفسه، وده بيبقى محاربة الإنسان لنفسه. ماشي؟ معنى كده إن المناعة النفسية بتأثر على المناعة الجسدية. أكيد أكيد، تلاقي الإنسان اللي دايما بيشتكي ودايما الإنسان اللي هو حابس نفسه في خط الزمن اللي احنا هنشرحه حالا في دقائق معدودة، ان هو دايما بيشتكي. بيشتكي دايما من خنقه، بيشتكي دايما من مغص، بيشتكي دايما من اوجاع في اضلاعه، بيشتكي دايما في وجع في عظمه، بيشتكي دايما حاجه اسمها القولون العصبي، بانتفاخ بخنقه. يقول لك انا رحت لكل الدكاتره، انا رحت لكل الناس، رحت عملت كل الاشعاعات، بس انا تعبان مش عارف انا ايه سبب تعبي ده. لا، انت سبب تعبك اصلا نفسك، ان انت ما عندكش مناعه نفسيه، سايب نفسك وحابس نفسك في خط الزمن او في الماضي والمستقبل. ممكن حضرتك وهنا بقى زياده ونقصان المناعه اللي الدكتور اسلام كلمنا عليها وهقولها لك حالا. ممكن حضرتك تقول لنا بفكره مبسطه كل المشاهدين عايزين يعرفوا ايه الخط الزمني؟ فكره مختصره جدا بكل بساطه. احنا عندنا ماضي، عندنا حاضر، عندنا مستقبل. تمام. لما المناعه النفسيه بتقل بنحبس نفسنا في الماضي. اول ما نحبس نفسنا في الماضي يجي لنا حاجتين، يهاجمنا حاجتين مهمين، الحزن والاكتئاب. اشهر حاجتين عنده حزن واكتئاب. كل ما افكر في الماضي في اللي حصل ليا من زمان ويا ريتني ما كنت فعلت ويا ريتني ما كنت سويت. ازاي نتغلب على ده يا دكتور؟ طبعا هقول لك ازاي نتغلب عليها حالا، ولكن اللي انا عاوز اوصف لك بس امتى احنا لما الواحد بيفكر في الماضي بيصاب بالايه؟ بالاكتئاب والحزن، يبقى حزين على اللي فات. ولما يفكر بقى في المستقبل بشكل سلبي وشكل نيجاتيف بيجي له توتر وقلق. يبقى انا كده اهوت عايش ما بين توتر وقلق في المستقبل في تفكيري، وان انا في نفس الوقت لما افكر في الماضي يجي لي حزن واكتئاب، هكذا المناعه النفسيه بتقل. يعني ليها دور مهم جدا في موضوع الامراض النفسيه، يعني امنع نفسي من الامراض النفسيه. طبعا ده هي الحائط الاساسي والدرع القوي يعني. ان هو يحافظ على استقرارك النفسي، ازاي يخليك سعيد بمقتضيات اللحظه الحاضره، ازاي تبقى انت مطمئن، ازاي ان انت تبقى عايش من غير سلام داخلي او سعاده داخليه. بص، بتقدر تتكيف مع ابسط الامور اللي موجوده في حياتك. ليه؟ لان الانسان لما بيفضل يفكر بشكل سلبي في المستقبل وفي الماضي بيدمر حياته، بيحصل نوع من انواع مش تدمير حياته بس، ده تدمير نفسيته وجسمه واللي حواليه. لان لو انا ام ونفسيتي تعبانه هطلع دوت على ايه؟ على اولادي. لو انا اب وعندي ضغوط شديده ومش عارف اخرج نفسي من الاكتئاب او من القلق او من التوتر او من الخوف على اولادي، ما انا هطلع دوت على ابني. هلاقيه ما بيذاكرش او ما بلهوش ما بيذاكر، وانا عمال اتعب ان انا اجيب له الفلوس هضربه. ازاي نستغل المناعه النفسيه في ان احنا نحقق اهدافنا؟
ازاي نستغل المناعه. بقى نقول بقى ايه ازاي نستغل كده كنصيحه للمشاهدين اللي متابعينا عشان ايه نبقى احنا كده في الصوره بحيث ان احنا نبدا الصوره. حلو جدا. احنا هنقول بقى ازاي نستغل المناعه الايجابيه، ازاي المناعه بتاعتنا تعلى قوي 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 وتبقى قويه، ومن خلالها نقدر نحارب كل الاضطرابات النفسيه. اولا هنقول ايه، احنا هنعملها زي كبسولات المناعه. هنقول ثلاث كبسولات، هم طبعا كتير جدا بس عشان وقت الحلقه برضو. هنقول اول حاجه ذكر الله سبحانه وتعالى، ده يعني ده اهم حاجه. قال الله تعالى: الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين اذا اصابتهم مصيبه خبطهم خبطهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. ذكر ربنا لازم يكون معاك على طول كبداية. ده هيديك، ده باب اساسي. بنشكر حضرتك يا دكتور على النصائح الجميله دي بدايه، ونشكر لكل مشاهدينا اللي متابعينا، لكن حلقه الوقت معانا بس ان هي قربت تنتهي. احنا سعدنا بلقاء حضرتك، وكان نفسنا ان تكون الفقره اكبر من كده. ان شاء الله نتشرف بحضرتك في حلقات تانية كتير. لا ربنا يكرم باذن الله، ونتقابل ونتكلم عن الموضوع بتوسع. وربنا حضرتك نورتنا الدكتور اسلام عبادي استشاري الصحه النفسيه. شكرا لحضرتك دكتور اسلام، كل مشاهدينا متابعينا خليكم معانا وما تروحوش في اي حته. ماشي.